حازم، واضح الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها الجانب الأوكراني والمتمثلة في مواصلة استهداف العمق الروسي بالطائرات المسيرة وحتى بالصواريخ التي توصف من الجانب الروسي بالصواريخ بعيدة المدى المجنحة التي طورتها أوكرانيا انطلاقا من أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية من طراز S-200. موسكو تقول بأن أوكرانيا تسعى لنقل الأعمال القتالية إلى الأراضي الروسية بهدف التغطية عن الفشل في جبهات القتال في دونباس، ثم في محاولة منها لرسم انتصار إعلامي كما يقول الجانب الروسي، انطلاقا أيضا من أعمال وصفت من طرف وزارة الدفاع الروسية ومن طرف الخارجية الروسية بالأعمال الإرهابية والتخريبية. الجيش الروسي يقول بأنه يقف بالمرصاد لكل محاولات القوات الأوكرانية استهداف المدن الروسية بالطائرات المسيرة. ما أعلن بشكل رسمي من طرف وزارة الدفاع هو أن أنظمة الدفاع الجوية التابعة للجيش الروسي في منطقة شبه جزيرة القرم اعترضت طائرتين مسيرتين ودمرتهما دون تسجيل أي إصابات أو أضرار. كذلك في منطقة شبه جزيرة القرم الجيش الروسي يقول بأنه اعترض صاروخا مجنحا أطلقته القوات الأوكرانية بهدف استهداف منشآت في منطقة شبه جزيرة القرم. العاصمة الروسية موسكو هي الأخرى كانت عرضة لهجمات بالطائرات المسيرة حسب ما أكده عمدة مدينة موسكو سيرغي سابيانين الذي قال بأن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة موسكو لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت هذه الطائرة المسيرة ودمرتها قبل دخول أجواء العاصمة الروسية موسكو. يحدث كل هذا حازم في ظل استمرار المعارك التي توصف بالشرسة في جبهات القتال خاصة ما تعلق بمحور زاباروجيا. هنا نفت وزارة الدفاع الروسية تلك المعلومات التي نشرت من طرف أوكرانيا والتي مفادها بأن القوات الأوكرانية سيطرت على بعض القرى في محور زاباروجيا. الجيش الروسي قال بأنه تصدى لكل الهجمات الأوكرانية وألحق خسائر كبيرة في صفوف المقاتلين الأوكرانيين. نعم، هذه الصورة لديك من موسكو. ننتقل إلى كييف ومن هناك معتصم عابد. معتصم، إذن الأوضاع على حالها ربما في الجبهة الشرقية وأيضا الجبهة الجنوبية، لا تزال المعارك مستمرة وهناك تفعيل لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بعض المناطق وتحديدا العاصمة كييف، ما هو المشهد الآن لديك؟ نعم حازم، يوم أمس كان هناك تفعيل لصفرات الإنذار في العاصمة كييف فجر اليوم وعدد من المناطق الجنوبية والشرقية. طبعا أعلن سلاح الجو الأوكراني عن إسقاط 4 صواريخ أطلقت جوا وبحرا. الحديث هنا عن صواريخ كروز أطلقت من فرقاطة روسية في البحر الأسود، وأيضا من قاذفات استراتيجية أطلقت صواريخ خ-59 الروسية والتي استهدفت منطقتي بلتافا في الوسط وأيضا منطقة كريفيري في إقليم دنيبرو بتروفسك أيضا وسط البلاد. طبعا الحديث عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في تحديدا مدينة بلتافا بعد الاستهداف الأخير لمنشأة صناعية وأيضا اندلاع حريق كبير في هذه المنشأة. طبعا سلاح الجو الأوكراني أكد بأنه نجح في إسقاط 4 من أصل 6 صواريخ على عموم الأراضي الأوكرانية أطلقت ليلة أمس أو خلال 24 ساعة الماضية، وألمح إلى أو أكد على وجود 10 غارات جوية نفذها سلاح الجو الأوكراني في جبهات القتال خلال 24 ساعة الماضية. بالحديث عن جبهات القتال حازم، الجانب الأوكراني يؤكد بأنه يتقدم ويكثف من هجماته في مدينة ميلوتوبل الواقعة جنوبية البلاد بعد الإعلان رسميا من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية عن تحرير مدينة روبوتين في الجنوب. أيضا القيادة العسكرية الأوكرانية تؤكد بأنها رصدت 34 اشتباكا مسلحا خلال 24 الساعة الماضية وأكدت بأنها تكثف عملياتها العسكرية وتصد عدد من الهجمات في محاور
مختلفة أبرزها طبعا ليمان وكوبيانسك التي تؤكد القيادة الأوكرانية بأن هذه المنطقة أو هاتين المنطقتين تحديدا تتعرضان لوابل من الغارات الروسية، والقوات الروسية لا تكف عن محاولات السيطرة على هاتين المنطقتين تحديدا منذ عدة أسابيع. حازم أيضا ذكر البيان مناطق شختار، أفديفكا، مارينكا وباخموت. بالحديث طبعا عن باخموت، هانا مالار صرحت قبل قليل عن تحرير كيلومتر مربع واحد خلال الأسبوع الماضي، وأكدت بأن القوات الأوكرانية حررت أو استعادت كيلومترا واحدا في الجهة الجنوبية تحديدا، ويستمر العمل في الجبهة الشمالية والمنطقة الجنوبية من مدينة باخموت. كإجمالي مساحة طبعا تم تحرير حتى الآن 44 كيلومترا مربعا منذ بداية عملية الهجوم المضاد. حازم طبعا كل هذه التداعيات تأتي مع وصول أول سفينة رسميا إلى المياه الإقليمية التابعة لرومانيا بعد انطلاقها يوم أمس، كثاني سفينة في إطار الجهود الأوكرانية لكسر التحديات الروسية بعد الانسحاب من صفقة الحبوب في إطار تصدير مخزون أوكرانيا من الحبوب خلال الفترة الحالية. من كييف معتصم عابد مراسل الغد، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول ليوسف بيجار مراسل الغد من موسكو، شكرا جزيلا لكما.